اهلا بيكم في فيديو جديد. مين كان يتصور ان كلمه جيسوس كرايست يبقى ترجمتها في بعض المواقف في اللغه العربيه بمعنى لا اله الا الله؟ اي شخص دلوقتي طبعا ربما يصدم من هذه الترجمه، ازاي جيسوس كرايست اللي هي تشير الى يسوع في المسيحيه يبقى معناها لا اله الا الله، اللي هي منافيه تماما لقواعد الدين الاسلامي. في اللغه الانجليزيه تستخدم جيسوس كرايست للتعبير عن الضيق من شيء او من شخص. عندنا في اللغه العربيه احنا لما بنتضايق من شخص بنقول ايه؟ احيانا في ناس بتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فده بيكون تعبير عن الضيق من شيء معين او من شخص معين، ضايقنا في حاجه معينه حصلت. بالمثل في اللغه الانجليزيه بنقول جيسوس كرايست، لما شخص يضايقنا بنقول جيسوس كرايست، جيسوس كرايست. في احيانا في ناس بتقول جيسوس. دي معلومه من المعلومات المهمه جدا جدا لكل الناس اللي حابه تتعمق في الامريكان اكسنت، في الامريكان انجلش بالذات. عندنا التعبير ده جيسوس كرايست.